التميز والإبداع طاقات حمل الطلاب المتميزين لتكون رسالتهم إلى العالم. فرغم استهداف حضارة سوريا بأدوات الإرهاب وتكفير، بقي التميز العلمي سلاح أبناء نحو رسم ملامح مستقبله. واليوم يا ميسان خطوة جديدة لهيئة التميز والإبداع بالتعاون مع جمهورية الصين، يلي رح تكون أحد المحاور يلي رح نسلط عليها الضوء مع الدكتور عبد الوهاب علف، عضو اللجنة العلمية لمادة الكيمياء بالأولمبياد العلمي. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. دكتور، يعني اتفاقيه جديده، اتفاقيه علميه مع الصين، خبرنا عن هي الاتفاقيه كيف حدثت. هلا الاتفاقيه هي ناتجه عن تطور مستوى الطلاب السوريين عالميا، وهي اول نقطه. النقطه الثانيه انه الصين تعتبر من الدول المتقدمه عالميا في المسابقات الدوليه في كل الاختصاصات، الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتيه والبيولوجيا. لذلك وقت شافوا طلاب عم تتفوقوا وعم بياخذوا هيك مراتب عالميه رغم الظروف القاسيه، صار عندهم فكره انه يساعدونا اكثر. لذلك نحن مستفيدين كثير منهم بهالاتفاقيه، لان هي ستنعكس ايجابيا على طلابنا السوريين من خلال التدريب، من خلال المنح، من خلال افادات الماجستير والدكتوراه. لذلك فهي خطوه جباره كثير لدعم التطور والتميز في الابداع في سوريا. لذلك يعني اصدقاء الصينيون يعني كانوا على قدر المسؤوليه، واول ما شيء راسا فرضوا طلبوا مننا انه نحن نسوي اتفاقيه مباشره. ونحصل على هالدعم اللامحدود. يعني السفير الصيني قال دعم لا محدود. يعني شو بدنا طلاب، شو بدنا اجهزه، شو بدنا تدريب. وكان بدايه انه هي بده بخطوه يعني مميزه انه اهدونا حواسب كثيره مشان الطلاب متميزين ندرب عليهم في عملهم في اثناء التدريب والدراسه. نعم دكتور، خلينا نحكي شو ابرز ما ضمنته هيدي الاتفاقيه. ابرز التدريس طلاب بعد المرحله الجامعيه. يعني في عندنا طلاب هالسنه راحوا 32 او 33 طالب راحوا على روسيا مشان يسووا ماجستير ودكتوراه. هدول اهم شيء انه ياخذوا الطلاب المتميزين بعد تخرج من المرحله الجامعيه ويسووا ماجستير ودكتوراه على نفقه الصين. وكان الاتفاق انه يختاروا الجامعات التي تدرس بالانجليزي. يعني لا يمكن طالب سوري يعني ممكن يدرس صيني بثلاث سنوات ياخذ شهاده. لذلك كان اتفاقيه انه يدرسوا طلابنا باللغات الانجليزيه في الجامعات التي يعني تدرس باللغه الانجليزيه. هذا اهم اتفاق. اتفاق ثاني كان انه على اساس انه يعطونا ادوات علميه ومساعده لتطوير التميز والابداع. النقطة الثالثة انه يبعثوا دورات تدريبية يعني شهر او شهرين او ثلاثة لدعم الموهوبين المتميزين، ليس طلابا، اي واحد موهوب متميز في سوريا ممكن يروح شهر او شهرين او ثلاثة ويدرب في الصين على نفقة الصين، وبالتالي هي دعم اقتصادي ودعم علمي ودعم مادي ودعم استراتيجي لطلابنا ومبدعينا في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. ان شاء الله يعني انعكاس هي الخطوة على الهيئة، هيئة التميز، قد ايه رح يكون له يعني فائدة؟ هل الانعكاس يكون فائدة كبيرة؟ لأن الطلاب عم بشوفوا أو الأهالي عم بشوفوا أنه في دعم مستمر وفي اهتمام مستمر، وبالتالي بشجعوا أولادهم يتابعوا هالموضوع. لذلك أهم شيء في عملية أي تميز هو الدعم والتشجيع. والدعم والتشجيع بده يعني ناحية مادية واقتصادية وتعاون دول. لذلك يعني مشكورة الصين قدمت هالمساعدات، يعني شيء ملفت للنظر. نعم أكيد هي انعكاس للتفوق يلي عم يقدموه طلابنا. أكيد دكتور، شهدنا بالمرحلة الثانية من تصفيات الأولمبياد العلمي السوري لكل من الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية، بداية اليوم جديدة لجيل جديد كمان جديد. خلينا نحكي كيف الاستقبال عم يكون أو كيف الهمة عم تكون. والله هي الهمة كتير كبيرة. هذا هو عبارة عن الموسم الجديد للطلاب. بدأنا في الموسم الأساتذة وخلصنا أولمبيات المدرسين، وطلع معنا كل تقريبا 5 مدرسين من كل اختصاص. بدأنا هذا في مشروع الطلاب. بدأنا أول امتحان هو امتحان مناطق. يعني المفاجأة الغريبة أنه نحن كل سنة عم زيدوا الطلاب تقريبا بحدود 5000 طالب. يعني السنة الماضية كان عندنا الرقم بحدود 45,169. دققوا بالرقم. السنة 49,169. يعني شغلة يعني سحرية. هذا يعطينا دافع أكبر للجان العلمية أنه في طلاب وفي أقبال شديد. النقطة لازم يفهموها الأهالي والطلاب،
مسابقة الأولمبيات أو مسابقة التميز لا تؤثر على الدراسة نهائيا. تدعمها يمكن. تدعم الدراسة. نعلم الطالب كيف يدرس، كيف يبدع، كيف يهتم بتحليل الأمور واستنتاجها للوصول إلى نتائج مرضية. الأهالي يعني صار عندهم تقريبا وعي أكبر أنه طلابهم أو أولادهم هن عبارة عن صاروا يهتموا أكثر بالأولمبياد. ونحن هاي بدنا النقطة الرسالة نوصلها، لأن الأولمبياد تساعد على تطوير الطلاب، تطوير المفاهيم، تطوير طريقة التدريس، طريقة التعليم. لذلك هي طريقة مبدعة للطلاب ليطوروا حالهم يكونوا علماء في المستقبل. يعني دوما أنا بقول هدول الطلاب الذي نبحث عنهم هن حيكونوا علماء المستقبل. يعني علماء المستقبل هدول حيدرسوا وحنهيئهم، وبالتالي الزمان احنا حنتقاعد وحنترك وبالتالي حنموت، يعني ما بتعرف كيف بيصير معه. لذلك هدول الطلاب حياخذوا الرايه ويستمروا في عمليه التطور والتميز والابداع في سوريا ورفع السويه العلميه لجميع القطاعات الدوله. يعني خصوصا احيانا الاطفال والطلاب بيكون عندهم اوقات فراغ كثير بيقدروا يمكن يستثمروها بشكل اكبر عن طريق الاولمبياد العلمي، انه هن بيدعموا دراستهم بطريقه علميه وبالفكر يعني والابداع، يختلف كليا عن دراسه البصم الموجوده هي بالمدرسة. الأسئلة التي نعطيها لا تعتمد على البصم والتلقين نهائيا، تعتمد شيء على التحليل، عملي أكثر. شيء عملي، وبالتالي الطالب بيفكر بعمق حتى يوصل للنتيجة. النقطة هي أصلتي نقطة جدا مهمة. نحن بنتمنى أنه تبدأ الأولمبياد من المراحل الابتدائية حتى نكرس هالمفهوم للطلاب، أن مفهوم الإبداع والتميز والتفكير بالعمق. وهذا بس، لكن المشكلة الاقتصادية مكلفة جدا. يعني إذا كان عم بيجينا بالإعدادي 10 45 ألف أو 50 ألف طالب، إذا بدينا بالابتدائي حيجينا 100 ألف 200 ألف طالب. وبالتالي المشكلة أنه كيف بدنا ندرب هالطلاب ونتابعهم بشكل فعال. نعم دكتور، خلينا نحكي شوي ونتطرق لموضوع مادة الكيمياء يلي حصلوا يعني الطلاب على مراتب كتير مهمة وحققت يمكن تفوق علمي كتير مهم. مادة الكيمياء يلي كمان حضرتك أنا مش عارف مادة الكيمياء عطيها أهمية كبيرة. أنا بعتبر أنه هدول الطلاب مثل أولادي، وبالتالي أنا عم بعطيهم التدريب أو نهتم فيهم كلجنة علمية كأولادنا بالضبط. يعني أنا صلي 5 سنين تقريبا مستلم المادة الكيمياء. حصلنا على تقريبا 8 ميداليات أو 9 ميداليات عالمية في الكيمياء، وهذا شيء غير مسبوق خصوصا بهالظروف الحالية. لذلك لا أحد يصدق عالميا أنه سوريا بهالظروف بتحصل على ميداليات. هو التعاون الإدارة وتعاون اللجان العلمية وتعاون الطلاب والأهالي في أسلوب الأعطاء. يمكن أسلوب دكتور يعني شو السر؟ خلينا نحكي هيك السر عن السر. السر هو نعطي الطالب يفكر، هو يفكر. يعني ما بعطيه محاضرة أو درس أو تحليل أو مفهوم أو فكرة أنه حفظها هيك بدي تجي علامة. ما في أنه بس نجاح وجيب علامة. حل لي هالمشكلة، كيف إذا واجهتك هيك مشكلة كيف تحلها؟ بصير في متعة يمكن بالحل. وبالتالي هي عبارة عن محاضرات تفاعلية. يعني الطالب هو بتفاعل مع الأستاذ، حتى لو كان الأستاذ كبير بروفيسور كبير والطالب صف 10 وحادي 10، بس هذا الطالب بتحاوره بطريقة علمية منطقية تحليلية ببدع. انا عم بعطي السنه الماضيه عم بعطي محاضره لطلاب، انا عم بحل طريقه في موضوع كيمياء في احد الطلاب صف 10. يعني انا تفاجات، قال لي انا دكتور عندي طريقه ثانيه غير الطريقه اعطيتناها هي. حلو. وانا قلت له طيب طلع حل لي هالطريقه، طلع حل صعبت السؤال اكثر، حل طريقه ثانيه. طيب هذا يعطيني دافع انه هذا الطلاب عم بيهتموا ذاتيا. لذلك نحن الطالب الاولمبياد، الطالب المتميز والمبدع، مو هو طالب عادي، طالب فوق العادي، بحيث انه هو عنده طريقه للتميز، طريقه للابداع. انا من يومين عم اتصل فيني واحد طالب قال لي انا درس كتابين في الانجليزي بالكيمياء. انا تفاجأت فيه، كتابين صعبين كثير. وبالتالي انا هذا منبسط كثير، يعني يعطيني سعاده كثير انه هالطلاب رغم هالشيء كله عم بدرسوا وبتابعوا بيهتموا بحالهم، وهذا هو المستقبل تبعنا ان شاء الله. يعني مستقبل كبير قدام هذا الجيل الجديد. دكتور، 16 انجاز قاري يعني وعالمي قدرت سوريا ونحن على مشارف نهايه عام 2016 انه تنجزهم بهي السنه رغم كل الصعوبات، رغم كل هي التحديات. هذا الانجاز كيف عم يرسموه هدول الاطفال، هدول الشباب؟ يعني هدول الشباب يعني 16 جائزة أو ميدالية عالمية دولية، هذا شيء غير يعني أوت، يعني بدي أحكي بالإنجليزي أنه شيء غير متصور. يعني لذلك كل أنا كنت في الكيمياء في السنة الماضية، المدير للأولمبيات العالمية هو من جامعة كامبريدج، بيجي بيقول لي وهاب
يعني ما بقولوا هيك بقولوا دكتور بقولوا وهاب انه انتم عم تساووا شغله غير طبيعيه، كيف انه انتم بهالظروف عم توصلوا تجيبوا؟ لان هنا هي اللي تبعناها هي الطريقه صح انه نختار صح، لان هلا نحن عندنا 50,000 طالب حنختار منه كم واحد؟ حنختار منه 50 واحد، وال 50 حنختار من كل واحد 5 تقريبا. وبالتالي يعني عدد يعني من 10,000 طالب حناخذ طالب لكل اختصاص، وبالتالي عندنا 10,000 حناخذ 5 طلاب. اذا طريقه اختيارنا صح، تدريبنا صح، حنوصل للعالميه صح. انا عندي قناعه تامه الجنس البشري واحد. لا يوجد عقل بشري انه انا هذا انجليزي او فرنسي او صيني او روسي او امريكي هو افضل مني، لا 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 لا. العقل البشري واحد، الذكاء واحد، بس ولكن طريقة هي الطريقة كيف أستثمر هذا الذكاء، كيف أنمي هذه القدرات العلمية والعقلية لهذا الطالب. هون المشكلة، مو مشكلة أنا أعطيه محاضرة، مشكلة أنا هاي المحاضرة شو حتفيده؟ بدي إياه يفكر. أنا بعد المحاضرة أنا أسأله هاي المحاضرة أخذتها شو حتفيدك؟ شو حتفكر؟ وين بتروح باتجاه؟ وبالتالي هذا هو مهم جدا. لذلك تدريبنا صح، اختيارنا صح، لذلك عم بيطلع طلابنا على مستوى عالمي. وهذا يعني مو غريب على سوريا، يعني طلاب من سوريا خذوا كل دول العالم، راحوا على المانيا وامريكا، طلاب سوريين راحوا يعني بياخذوا الاوائل على دولهم، على دول المانيا وانجليزا وانجلترا وفرنسا وامريكا. هذا يعني انه نحن تدريسنا صح، طالبنا عنده مقدره على الذكاء والاستيعاب. هو مهمه اللجنه العلميه هو تنميه هذه القدرات وتوجيه هذه القدرات بشكل صح حتى ينافسوا عالميا. انا ما بدي طالب، في طلاب كتير، مع احترامي للطلاب كتير، في طلاب كتير، بس نحن طلاب من سوبر ستار. هالسوبر ستار هو اللي بدي أنا أستفيد منه مستقبلا. يعني إذا كان كل سنة طلع عنا بكل اختصاص عالم واحد، عنا 5 اختصاصات، خلال 10 سنة وصي عنا 50-60 عالم للبلد على مستوى عالمي. وهذا هو هدفنا في اللجان العلمية. صحيح. طب دكتور، كيف تتم طريقة التعامل مع طالب هو بيمتلك قدرات ذهنية رائعة جدا، ويمكن بس هو ما أنه عرفان بيكون بالكيمياء ولا بالرياضيات، هو بيبدع بالكل. هون شو هي الاختبارات يلي بيلجأ لها لحتى يبدع بمادة أكثر من الثاني يكون بالمكان الصائب أو الصحيح؟ الله، هون لازم ميز بين شغلتين، التفوق والإبداع والتميز. التفوق ممكن يكون طالب متفوق جميع المواد، صحيح، بس ولكن بميل لمادة أكثر من الثاني، بس ولكن يجب أن يميل لمادة أكثر من المادة. وهذا الميل للمادة هو ينعكس أولا على الطالب من قبل الأستاذ. الأستاذ ممكن الطالب يكره المادة أو يحب المادة بسبب الأستاذ. صحيح. يعني إذا كان الأستاذ ما عنده مقدرة لإيصال المعلومة بطريقة تفاعلية إبداعية للطالب، ما حيبدع الطالب أكيد. أما إذا بيعطي المعلومة عشان يبصم وينجح ويجيب علامة ويدخل كلية طب أو هندسة أو معلوماتية أو شيء، هذا غير مقبول بالنسبة للمسابقات العالمية في الأولمبياد. لذلك نحن لازم الطالب يكون عنده رغبة محددة في مادة. لا يمكن طالب يكون عنده رغبة بكل المواد، مستحيل. هذا طالب عبارة عن آلة مسجلة، ريكوردر، هو عم بسجل، بيحفظ المواد، بيحفظ المواد، بيحفظ المعلومات وينجح ويجيب علامه. نحن ما عم نطلع هالطالب، عم نطلع على طالب بحب يعشق ماده محدده. لان بدنا يكون عالم. لا يمكن يعني مثل الاطباء، ما هو طبيب عام بفهم كل شيء، هذا في طبيب قلبيه، في طبيب عصبيه، في طبيب عينيه جلديه. لذلك ما هو في طبيب شامل، الطب الشامل ما عاد موجود مثل الأول. لذلك ما في عنا عالم شامل بالكيمياء والفيزياء والرياضيات. الاختصاص بصير يمكن إبداع أكثر، الاختصاص المحدد هو بيعطي إبداع. طيب دكتور، يعني ما عم تواجهوا صعوبة يمكن بأول فترة وقت بيجي الطالب بالمدارس؟ يختلف التعليم كليا عن أنتو بهيئة التميز. يعني بالمدارس بيكون في دراسة، يمكن في نمطية شوي بالمناهج، فينا نقول في عندهم هذا مثل ما قلت أنت إنه البصم، بيدرسوا لحتى يقدموا الفحص، ما في هذا الإبداع وهذا هذا الفكر والشيء العملي. يعني يمكن نتيجة نقص المخابر ببعض الأحيان، نتيجة الأسلوب أو نتيجة المنهاج. كيف عم يتم يعني التعامل مع الطالب بهذا الوقت؟ هلا واحد الطالب نحن وقت بنجيبه، نحن اهم شيء ندربه عمليا مخابر كيمياء وفيزياء ومعلوماتيه وبيولوجيا، لان المعلومه لاي طالب حتى ترسخ في ذاكرته هي بالتجريب. لذلك انا ممكن احكي له على تفاعل كيميائي من هون لبكره الصبح، بس اسيه قدامه حيتذكره وحيشوفه. وبالتالي الانجليز عندهم قواعد جدا مهمه، بقول لك انه وات اي هير اي فورجيت، يعني بشو بسمعه محاضره بسمعها بنساها اكيد حنساها، اما وات اي سي اي ريمبر، شفته شغله قدام حتذكر انه انا في مكان معين شفت فلان، شفت اسوي تجربه. انا وات اي دو اي اندرستاند، وبالتالي عندما اسوي تجربه هو اللي يؤدي الى انه انا احسن اطور المعلومات. لذلك
بنلاقي صعوبة، أكيد بنلاقي صعوبة، لأن طلابنا بعيدين كل البعد عن التجريب، بعيدين كل البعد. لذلك مدارسنا أنا لازم يكون في عندنا جلسة واحدة أسبوعيا يكون عملي، هذا بساعد الطالب على الإبداع. نعم. لذلك عندما يبدع الطالب هستثمره في المستقبل. نعم. أكيد دكتور، جايين مقبلين على سنة جديدة وعام جديد، يمكن خلينا نحكي شوي شو هي الخطوات يلي محضرين لها للسنة الجديدة. الله حلنا بتسينا امتحان الأول بعد الاتفاقية، بتسينا الله امتحان أول، في عنا امتحان تاني بعد شي أسبوع، بعدين حينتقل امتحان مركزي هون في دمشق، حيكون أشد وأصعب وأشد صعوبة. هو مو غاية الصعوبة، لا والله مو صعوبة، غاية نحن إنه نحن ننتقي الطلاب الأفضل من الأفضل. لذلك حيكون في عنا هلا الخطوة بعد شي أسبوع، في عنا امتحان، في عنا امتحان بداية العام بداية العام الجديد 2017، في عنا امتحان ثالث، وفي عنا امتحان رابع، وفي عنا تدريب. وحتى نحن نتابع الطلاب عن طريق النت، عن طريق الإيميل، عن طريق الهيئة التميز والإبداع. بدنا ندربهم، نبعث لهم مسائل، نبعث لهم دوما على التواصل مع الطلاب. وبالتالي الطالب اللي يعني نحن متعب عليه بس نحن مسرورين، ليش؟ يعني هذا حيكون يعني مثل جوهرة في المستقبل سوريا إن شاء الله. دكتور عبد الوهاب علاف، عضو اللجنة العلمية لمادة الكيمياء بالأولمبياد العلمي السوري، بدنا نشكر وجودك معنا اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق يا رب بكل عملكم بالهيئة. شكرا كثير، شكرا كثير، شكرا كثير دكتور، واكيد نحن فخورين فيكم وبالطلاب والمزيد. بالمناسبة انا عفوا، انا بس هيك تعقيب، انا كنت حاولت اجيب مسابقة أولمبياد عالمية للكيمياء السورية سنتين وما حالفني الحظ لاسباب يعني معينة، وبالتالي ان شاء الله نحن المستقبل حنجيب نحن لسوريا مسابقة عالمية على مستوى عالمي يحضروها شيء 80-90 دولة. نعم. ونشاي مسابقة، وسوريا قادرة على هالشيء لأن لا ينقصنا شيء، لا ينقصنا شيء قولا واحدا، والإرادة موجودة، والإرادة موجودة، والعقول موجودة. نعم أكيد. شكرا كثير لك دكتور. شكرا.